يقول: ما حكم إطلاق هذا اللقب وهو رسول السلام على الأشخاص وقد يكون من بين هؤلاء كفار أو مبتدعة؟ هذا لفظ خبيث. رسول السلام هو الرسول، هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ما في أحد رسول للسلام إلا نبينا وإخوانه من النبيين، هم رسل السلام للبشرية. نعم، هذا من تعبيرات الرياضيين اللي ما يفهمون شيء، وإن كانوا متعمدين هذا الشيء هذا خطير. نعم.